وزير الخارجية، وزير الطاقة ووزير الصناعات الاستراتيجية في المجموع 6 وزراء ونواب وزراء قدموا استقالتهم. البرلمان الأوكراني قبل استقالة 4 منهم بانتظار النظر في استقالة وزير الخارجية ديمترو كوليبا. وأمام أكبر تعديل وزاري شهدته البلاد منذ اندلاع الحرب، أكد زيلينسكي أن الأمر يتعلق بضخ دماء جديدة واستبدال وزراء بعضهم شغل منصبه لمدة 5 سنوات. تبريرات زيلينسكي مشاهدينا، وهذه التبريرات الضبابية لم تقنع الكثيرين خاصة المعارضة التي أشارت إلى بقائه في الحكم بعد انتهاء ولايته بحجة قانون سيادة الأحكام العرفية. أيضا إقالة مسؤولين حكوميين وقادة كبار في الجيش هي سمة غلبت السنوات الأخيرة من حكم زيلينسكي لأوكرانيا، وإن جاءت الكثير من القرارات مبررة بعد شبهات تورط أصحابها في الفساد، إلا أن بعض التغييرات اعتبر مجرد مناورة سياسية لمنافسي زيلينسكي المحتملين. فمن أبرز المسؤولين الحكوميين الذين أقالهم زيلينسكي نذكر طبعا وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف الذي استبدل قبل عام من الآن بالوزير الحالي روستوم أوميروف، إضافة إلى إقالة مستشار الرئاسة أوليكسي أريستوفيتش الذي غادر بعدها أوكرانيا وتحول للمعارضة. قرار الإقالة الأصعب بالنسبة لزيلينسكي دون شك كان إبعاد قائد الجيش فاليري زالوجني، الشخصية التي كانت تنافسه بجدية وفق استطلاعات الرأي. لكن زيلينسكي يلجأ أحيانا لإقالة قادة كبار بعد حوادث تثير الرأي العام، وهو حال قائد القوات الجوية نيكولا أوليشتشوك فيما بات يعرف بحادثة سقوط F-16، وهذا الدور هذه المرة جاء على ديمترو كوليبا أحد أبرز وزراء زيلينسكي قدم استقالته هو الآخر، ومن المرتقب أن يفصل فيها البرلمان الأوكراني قريبا. قرار لم يكن مفاجأة بعد أن استمر زيلينسكي باستبعاده منذ أسابيع لصالح رئيس مكتبه أندري يارماك.